للمزيد حول أداء هذه الأسواق ينضم إلي في الاستديو رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. دعنا نبدأ بالحديث المنتظر أو الخطاب المنتظر لجانيت يلن. ما المنتظر من هذا الخطاب؟ طبعا بلا شك مزيد من التأكيدات والإشارات على نوايا الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية في الفترة القادمة. طبعا الاجتماع الفيدرالي في الأخير كان قد عزز إمكانية رفع ثالث لأسعار الفائدة، والاحتمالية الآن هي عند 70% أن يكون رفع في شهر ديسمبر. لكن الإضافة الجديدة كانت على لسان الفيدرالي في اجتماعه الأخير هي التقليص برنامج الميزانية، ميزانية الفيدرالي اللي هي حجمها 4.5 تريليون بحوالي 10 مليارات في كل كوارتر أو في كل 3 أشهر. طبعا مزيد من التوضيحات حول هذه الخطة في تقليص البرنامج قد تحفز أكثر أداء الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة. كمؤشر للدولار الأمريكي ممكن يستهدف ارتفاعات فوق مستويات 92.5. هذا بالنسبة للدولار. أيضا شفنا اليورو يعني يسجل أسوأ خسائر له عند أدنى مستويات له في شهر. إلى أين يتجه اليورو أيضا؟ طبعا اليورو مع افتتاحه بفجوة سعرية مع مطلع تعاملات الأسبوع بحوالي 50 نقطة يواصل المزيد من التراجعات مثل ما ذكرت. طبعا الضغط يأتي من عدة جوانب، أول قوة الدولار الأمريكي في الفترة الحالية إضافة إلى التوقع أو ترقب خطاب لماريو دراغي فيما يتعلق بنوايا المركزي الأوروبي. هل لا يزال هناك حديث حول يعني تقليص التحفيز في المتبع بالسياسة النقدية في المركز الأوروبي أو لا؟ ممكن يضغط على الزوج يورو دولار أمريكي لانخفاضات أكثر دون مستويات 1.18. استهدافاتنا هي عند 1.17 تقريبا أن يصل التراجعات خلال تعاملات هذا الأسبوع. طيب الذهب كان يستقر في ظل طبعا انتظار جانيت يلن ويعني العوامل الجيوسياسية، يستقر فوق مستويات 1300 مع ميل نحو الانخفاض. ما هي توقعاتكم أيضا لمستويات الذهب؟ إجمالا تمكن الذهب من الارتفاع بعض الشيء على خلفية توترات الجيوسياسية كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التي أثرت على أداء أسواق الأسهم إجمالا في العالم وأرفعت من جاذبية الملاذات الآمنة. اليوم تحديدا كل الملاذات الآمنة تراجعت بعض الشيء عن بعض من مكاسبها التي حققتها في يوم أمس على وجه التحديد بنتيجة يعني عودة الثقة بعض الشيء وعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين. لا يزال الذهب يعني في طور صاعد أو خلينا نقول في ترند عام صاعد، لكن على المدى القصير تقريبا ممكن أن نلحظ بعض التراجعات إلى ما دون مستويات 1300 دولار. رائد، محضر اجتماع البنك المركزي الياباني أظهر تمسك البنك بسياسته النقدية الحالية مع تفاؤل بشأن التضخم، تعليقك أيضا على ما جاء في هذا المحضر. إجمالا يعني هناك نوع من التفاؤل الذي يعني يبدي إمكانية أنه التضخم ممكن أن يعود مجددا إلى المستهدفات عند 2% والاستقرار عند هذه المستويات. ولكن ما يحيط باليابان حاليا أيضا مخاطر سياسية وليست سياسة نقدية. شينزو أبي نعلم أنه ينادي حاليا بانتخابات مبكرة وسوف يتم حل البرلمان مع نهاية هذا الأسبوع تقريبا. سوف يؤثر ذلك أيضا على إمكانية أن يأتي أي جديد من المركزي الياباني في الفترة الحالية، وفعلا هذا ما حدث في اجتماعه الأخير. طيب بإيجاز، استقرار برنت عند أعلى مستوى له في عامين أعطى توقعات إيجابية حول أن السوق تتعافى وهناك وهي تصل إلى التوازن، هل تتفق مع ذلك؟ بلا شك تماما، هناك معطيات كثيرة في الأسواق حاليا تعطينا إشارة إلى أن هناك عودة للتوازن في السوق النفطية بالتزام الأعضاء بالاتفاق الأخير، وأيضا مع بعض الأحداث التي تأخذ مكانها مثل قطع الإمدادات التي تأتي من كردستان إلى تركيا وغير ذلك ممكن أن يقلص لأسعار النفط. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا. شكرا لك.